حالة من الخوف والهلع عقب إعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل مصدر وباء الكوليرا بوادي ابن عزة بالبليتة وإعلان انتشار البكتيريا بكل من خزرونة وبن عاشور وابن تامو. تخوف منه بالصيف قاع، تخوف منه بالصيف قاع. هذه هي قلت شو كيفاش كان والو البلديه مش قايمه بالواجب تاعها. كان ما نكذبش عليك، انا انسان، انا واحد منهم، انا متخوف، انا مانيش نشرب من الماء هذاك تاع العين، انا نجيب قراه تاع افري ولا سعيده، نجيبهم للدار، ما الدار قاع يشربوا الافري ولا سعيده، حاجه تاع غسيل ولا نرموا الماء نديروا له شويه لا جافيل ونقوا به الحوايج وكامل هكايا، ولا تكون ماكله ولا لازم نغلوا الماء ونديروا ذيك الخضره. ايه قراف قراف، احنا جينا في الحومه بن عاشور باك ضربوا السيكتور في الدروش، يقولوا الدروش ونسكنوا حنايا. باك ضربوا شهرين ما يشربوش الماء تاع العين، هلا حاشاك تجي مخلوط مع الزيكو. سكان اتخذوا من جنب الوادي الذي تحول الى قناه مفتوحه للصرف الصحي مسكنا لهم، فهم الذين ناشدوا السلطات بالتدخل لوضع حل وانقاذهم من خطر الاصابه بالبكتيريا. كان الناس كامل يجوز على هذا الباص هذايا، وصدر نورمال السلطات هي اللي تشوف لهذا الامر هذا، راه ماشي غير هذا. الله غالب ضروك، هذه حاجه تاع البلديه، هذه نورمال مارس البلديه وتاع النظافه اللي يتكلفوا بهذا الصوالح هذو. دوك واش راك تشوف؟ راك تشوف بعينيك كيما هاك، يقول لك مدينه الورود وهي هاك تشوف كيما تبهديله، والله غير تبهديله، عيب، كارثه، والله غير كارثه. ها والله في انتظار ما ستقوم به السلطات الوصية من إجراءات وقائية للقضاء نهائيا على مصدر البكتيريا، يبقى خطر انتقالها وانتشارها قائماً.